تحياتي مشاركتنا من خلال طبعا مناسبة جميلة جدا وهو يوم الأم. وطبعا ما شاء الله في كثير من مشاركات على مستوى الخليج ومن الكويت وسيدات قديرات في المجال عرض الأزياء. وإحنا بعد كرعاة واللوجو مالنا طبعا موجود كراعي لهذا الحدث. شوفي هو لا يأتي شيء من فراغ وإنما بالجهد وبالثبات والمواصلة. الحمد لله يعني إحنا نادينا نشتغل عليه من سنة ولم نريد أن يطلع للنور إلا لما يكون بالفعل يطلع على مستوى قوي جدا. إحنا هذه يمكن ثالث أربع مرات رعينا، كنا في زيارات أيضا لبعض الأماكن. إحنا دورنا كسيدات أعمال نتناول الدور الجانب الاقتصادي وأيضا الجانب الإنساني، هذا لا نستغنى عنه لأن حطينا في هدفنا واضح جدا بأن إحنا ندعم سيدات الأعمال إضافة إلى مسؤوليتنا المجتمعية. فالحمد لله قمنا بزيارة إلى مركز راشد المعاقين وفي طريقنا أيضا لدعم كثير من السيدات وإلى كثير من المراكز اللي هي طبعا المراكز الإنسانية. بالنسبة للنادي، النادي أشهر من 4 شهور فعلا أو 5 شهور، لكن بدينا بداية قوية وهذا سيكتب له الاستمرار. وأيضا النادي نحن على مستوى الإمارات وإن شاء الله كمان في أندية تحت نفس المسمى PPW بتكون في الدول الخليجية وبنوصل فيه للدول العربية ونوصل فيه للعالمية إن شاء الله. الرحمن الرحيم. طبعا أنا يشرفني أنه يعزموني وأنا دائما يعني مثلا من السيدات اللي أأيد المرأة في العمل والبزنس يعني، فبالعكس يشرفني. وكان ما شاء الله العرض جميل، وطبعا واحدة من العارضات هي يعني أول عارضة ما شاء الله اللي سوت التصميم والديزاين اللي هي سيدة منى المنصوري، فما شاء الله عليها يعني دائما أنا من معجبات في شغلها يعني، فقلت لازم يعني أجي يعني وأحضر هذا العرض يعني، وكان جدا مميز يعني وجميل ما شاء الله يعني. طبعا هذا التنظيم هو الاول لعيد الام، اول مره نسوي التنظيم هذا. نحن ركزنا على الام العامله، ام سيده الاعمال اللي هي تهتم في البيت في نفس الوقت تهتم في اعمالها الخارجيه. حبينا نكرمها في هذا اليوم في هذا الجو الجميل من الحضور الامهات من كل مكان في دوله الامارات. ان شاء الله ينجح ان شاء الله ويتكلل بالنجاح ان شاء الله. وهذه اول تجربه لنا في عيد الام، ان شاء الله على التجارب الثانيه على السنوات القادمه ان شاء الله يكون اكبر من هذا التنظيم ان شاء الله. مناسبة حلوة وعزيزة على الجميع، هي مناسبة عيد الأم. وطبعا الأم ما في عندها أغلى من بنتها لما تتزوج. بتلاحظين أنا سويت بساتين الزفاف وسويت بساتين خطبة، والكولكشن كان بسيط لأنه في عدد كبير من المصممين فكل واحد لي فترة، فكنا متقيدين يعني بس بفترة زمنية. بحب اتشكر قناتكم قناه مسايا اللي فعليا قناه مهمه جدا بالنسبه للازياء، وبتمنى لكم النجاح الدائم ان شاء الله.
بالنسبه للكولكشن هذا الصغير اللي عملناه اليوم هو من كولكشن صيف 2014. طبعا جزء صغير اللي عملناه حاولنا نعمل بصمه جديده نحط خط بخطوط الموضه العالميه، اشتغلنا عليه بدانتيل بشغل ليزر بشغل شوي غريب، حتى ميكس الالوان عملنا عليه باذن الله انه يكون حلو ويعجب المشاهدين. أول شيء أهلا وسهلا قناة مسايا، أشكركم وايد على المقابلة هذه وعلى رعايتكم وتواجدكم الدائم معنا في عروض الأزياء. هذه إحنا المرة الثالثة على التوالي نيجي من الكويت سبونسر ومشاركة ميك اب وشعر لجميع العارضات في عروض الأزياء. طبعا أنا محظوظة أني أتواجد في هذا المحفل، ومحظوظة أكثر أني أنا وبنت عمي مع بعض، يعني هذا الجانب كان دافع بالنسبة لي وبالنسبة لها. الكولكشن اللي شفتيه وبالأحرى اللي شافوه الناس هذا عبارة عن أفكار ظلت فترة طويلة نحاول أنا ونعيمة نمزجها بحيث أنها تكون تطلع للواقع. مساء الخير، هذا أول فاشن شو لي. فاجأت الصراحة لما اتصلوا فيه وقالوا لي أن أقدم هذا الفاشن شو، وكان إنجاز كبير والحمد لله لقيت آراء حلوة. بمناسبة عيد الأمهات أنا قدمت كولكشن جديد كان بيمثل الإمارات، وأنا سميته في عشق الإمارات، فكان كل شيء بيخص الإمارات أنا حاولت أن أنا أجسده في هذه العبايات. احنا جايين من الكويت عساس نعرض، مشاركين هني بدبي نعرض فاشن شو، والحمد لله العرض تم وناجح ان شاء الله. وعرضت انا يعني اكثر من قطعه وما تخصصت بشغله معينه، يعني عرضت السهره والكاجوال والجلابيات. مكياج العروس اخترت الألوان الترابية اللي تميل للنعومة وبالتالي تطلع جمال العروس جمالها وما تغير من شكلها كتغيير جذري. متياكم دوت كوم، كل ما تحتاجه المرأة جست كليك.